أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. يقع الكلام تحت عنوان أكافي من قطعني بالصلة. هذه الفقرة واردة في دعاء مكارم الأخلاق للإمام زين العابدين عليه السلام. هذه الفقرة بصدد بيان كيفية التعاطي مع من قطعني، وما هو الأسلوب الأمثل في الرد عليه. للأسف الكثير من العوائل تشكو من هذه المشكلة. أي مشكلة؟ قطيعة الرحم، أخو ما يكلم أخته، أخت ما تكلم أختها، وللأسف بنت ما تكلم أمها. في الأعم الأغلب هذه المشاكل ناتجة عن أمور بسيطة ويمكن علاجها، ولكن المشكلة إحنا نكبر المشكلة ولا نقبل اعتذار الآخرين ولا نعفو. أخواني الأعزاء، من يريد أن ينتمي إلى أهل البيت عليهم السلام لابد أن يسير وفق هذه القاعدة: رد الإساءة بالإحسان، يكافئ من قطعه بالصلة. أحد الأشخاص يسأل الإمام، دائما كان يتواصل مع شخص وهذا الشخص يقطعه. أحد الأشخاص يسأل هل من الممكن قطع هذا الشخص؟ العجيب الإمام يوبخ هذا الشخص. فلننظر إلى هذه الرواية. روية عن عبد الله بن عباس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لي ابن عم أصله فيقطعني وأصله فيقطعني، حتى لقد هممت لقطيعته إياي أن أقطعه، أتأذن لي قطعه؟ يسأل الإمام هل ممكن أقطع هذا الشخص؟ العجيب جواب الإمام، ماذا يقول؟ قال: إنك إذا وصلته وقطعك وصلكم الله عز وجل. إيجابية كبيرة جدا على سلوك الفرد. وإن قطعته وقطعك قطعكم الله عز وجل. سلبية كبيرة على حياة الفرد. في ختام الحلقة أود أن أشير إلى ثمار صلة الرحم. أول ثمرة من هذه الثمار زيادة العمر. ثاني ثمرة من هذه الثمار إخواني الأعزاء تنفي الفقر. الفقر يبتعد عن الإنسان إذا وصل الرحم. والأمر الثالث تزكية الأعمال. والأمر الرابع تنمية الأموال. الأموال تنمو وتزداد من خلال صلة الرحم. وأيضا وهذا الأمر مهم جدا، تهون الحساب يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق في صلة الأرحام، والحمد لله رب العالمين.